I was literally just walking and a man came up and punched me in the face. Oh my God, it hurts so bad. I can't even talk. Literally, I fell to the ground and now this giant goose egg is forming and I'm like, oh my God. يترقب النساء ويستهدفهن باللكم على وجوههن في الشارع. أتحدث هنا عن شخص مجهول تسبب في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. الكثير من الفيديوهات صورتها بعض النساء في نيويورك توثق تعرضهن للكم والضرب من قبل مجهول في حملة هدفها تنبيه النساء والبقاء على حذر من هذا الشخص المجهول. الممثلة الكوميدية سارة هارفرد كانت إحدى الضحايا، نشرت عبر منصة إكس ما حدث لها وأوضحت بأن رجلاً هاجمها من الخلف هي وتسير في أحد شوارع مانهاتن. ومنذ ذلك الحين العديد من النساء في مدينة نيويورك نشرن فيديوهات على تيك توك يبلغن عن تعرضهن للكمات في الوجه. موقع نيويورك بوست ذكر بأن الرجل الذي يزعم بأنه قام بلكم إحدى المؤثرات على تيك توك في مدينة نيويورك ألقي القبض عليه. وبحسب وثائق المحكمة هو مرشح سياسي دائم ترشح لمنصب رئيس البلدية والحاكم في السنوات الثلاث الماضية، وما زالت دوافعه لضرب الفتيات مجهولة.